كل شيء عنده، كل شيء عنده ما عاجبنا في البرنامج هذا الانسان. شوف 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 امانه، شوف شو اسمه، احنا قلنا الكلمه يا اخي يا ما يصير بارك كيف ما يصير. اسمع 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 اسمح لي، انت تناقشني كرجل فيك عقل؟ في عقل مثل ما فيك عقل. ايش الفرق بين كلمه مملوء ومتروس؟ احنا قلنا ما نقرب للمسابق كلمه واحده. يا ويل انا بنجنن، انا بنجنن، انا بنجنن. كلمة مملوء، مملوء ومتروس ومعادل. ايش الفرق؟ ما تقرب للمشارك، احنا قلنا ما في مملوء. مهزوم مهزوم. فايز فايز، تعال 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 تعال. اوه لا لا خلاص، هاي الخير نياج، سلم عليه. انا سلمت اخي حبيبي. اوه فايز خلاص، زعلان؟ زعلان زعلان علي؟ زعلان ما زعل فرمك يعني مين؟ اسكت امين. ايوه اسمي بورو. امبارا امبور امبورك امبورك. ايش بي قال خيني ابو يعرفون خلنا بيجيب لك ايفون. مبارك قايل له خلنا بيجيب مبارك قايل اه عيال مبارك كل بيجيب لك الايفون. لا الو تقرا لا لا اقول لك بلو بلو. من انت بيجيب ايفون؟ قال 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 مين مبارك برا بس خلاص برا. قال خيلي خيلي يالف خيلي. انت تصدق مبارك؟ مبارك كذاب. اه هو قال كذاب مبارك، لا تصدقه. بلا قال هو قال خلاص بخلي مبارك يجيب لك ايفون. قلت انت تقعد كيف اهالي الخضراء، ابشركم بان مبشر الباكستاني الحلاق رجع الى ارض السلطنه بعد شهرين في بلاده، وبهذه المناسبه حلاقه اللحيه ب 150 بيسه. كيف زين ما زين 150 بس، 150 بس. ما في كم فلوس؟ كم حلاقة الحين؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. اوكي اذا بمناسبة عودة مبشر حلاقة اللحية ريال نوس. خلف هذا الشارع وسط هذه الاشجار والدي حمد مبارك المخيمي اللي توفى في شهر رمضان المبارك. الله يرحمك يا ابوي ويغمد روحك الجنة، الله يرحمك. وهذه سيارته إلينا اليوم، لا طايع الوالدة تبيعها ولا طايع أحد يمسها. سيارة الوالد رحمة الله عليه هي سيارته ورقمه. نسأل الله أن يرحمك ويغفر لك يا ابوي، نسأل الله أن يغفر لك ويرحمك في هذا اليوم الطيب.